نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. سيادة رئيس المجلس البلدي المحترم، السيد نائب رئيس المجلس المحترم، السادة رؤساء، السيد الكاتب العام، السادة رؤساء المصالح البلدية، زملائي موظفي وعمال بلدية زيو، أيها الحضور الكريم، يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومستخدمي بلدية زيو أن نرحب بكم ونشكركم على تلبيتكم الدعوة لحضور حفل تكريم السيدي عبد الحفيظ حسيني ومحمد كحلاوي. إنها ليست لحظة تكريم عابرة، بل هي تجديد الصلة والتواصل مع أطر أفنت شبابها في التضحية، ونكران الذات خدمة لهذه الجماعة. لذا فهي لحظة للاعتراف بالجميل والجزاء بالإحسان. عندما ندعو إلى حفل تكريم زملائنا فإننا نكون أوفياء لقيمنا الأصيلة النابعة من نصوص ديننا الحنيف التي حفظها الله تعالى من كل محاولة التحريف والتغيير. ذلك أن الأصل في فعل التكريم هو القرآن الكريم الذي نص على تكريم الله للإنسان حين جعله على الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كما أنه امتثال لتوجيهاته تعالى حين يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر الجميع على تلبية الدعوة في الحضور هذا الحفل التكريمي للأخوين عبد الحفيظ حسيني ومحمد كحلاوي. كذلك أشكر السيد الرئيس الذي أعتبر بأنه يترأس هذا الحفل، وهذا في حد ذاته تكريم وتشريف لنا. وأشكر كذلك السيد نائب الرئيس وإخواني موظفي البلدية وجميع رؤساء الجمعيات الحاضرين معنا وممثلي المجتمع المدني. كما لا يفوتني أن أشكر السادة ممثلي المواقع الإلكترونية وأحترم هذا العمل الذي يقومون به، وأعتبر بأن حضورهم في هذا الحفل هو يعني اهتمام بالشأن المحلي، لأن الموظف هو جزء من هذه المنظومة للتنظيم اللامركزي. والتكريم معناه الإشادة بالدور والفعل القيم للموظف. وجمعية الأعمال الاجتماعية لما قامت وفكرت في تنظيم هذا الحفل التكريمي، إنما كان ذلك اعتبار منها بأن الموظف له واحد الدور كبير في المنظومة أو في النظام أو في الإدارة. ولهذا فإني أنوه بهذا العمل اللي قامت به الجمعية، لولا عندنا واحد العرف، يعني فيما كان شي موظف اللي هو يعني أحيل على التقاعد كنظموا له هذا الحفل هذا. أنا بالنسبة لي الإخوان كموظفين خدمت معهم واحد المدة طويلة، سي محمد عياد جرى العادة أنه لما كنكرمو شي موظف لابد غادي يتذكر على الخصال ديالو كموظف أو كشخص. بالنسبة لسي عياد اللي كان انخرط في الإدارة مع بداية الثمانينات، عرفته كموظف يتفانى في عمله ملتزما يكد ويجتهد. أقول له يعني جزاك الله خيرا. بالنسبة للسي حفيظ حسيني كذلك عرفته
مع أواسط الثمانينات كصديق قبل أن ينخرط في الإدارة، وكان نعم الصديق. عرفته كموظف وكان يتفانى في عمله وملتزما. السي حفيظ خذ معنا أكثر من 23 سنة، ما كنتذكرش مرة غادر الإدارة بلا ما يأخذ الإذن ديال المسؤولين ولا ديال الإدارة. هذه واحد ميزة كنسجلها على السي حفيظ الحسيني. كذلك في عمله كان ملتزما يقوم بتبع العمل دياله العمل ديالو، وكان نعم الموظف. وشكرا. السلام على سيدنا محمد نصر المرسلين. حضرات السادة، كاتب العام، أطر البلدية، المنتخبين، الرؤساء الجمعيات، مجتمع مدني، صحفة، كل الحاضرين، أولا في البداية تنشكر جمعية الأعمال الاجتماعية لبلدية زيوم اللي نظمت هذا الحفل واللي قامت بهذه المبادرة الطيبة، واللي هي في الحقيقة يجب أن تدخل في الأعراف المستمرة، بمعنى أن كلما كمل موظف أو عامل المشوار ديالو، كنقول في العمل اللي كيقوم به وفي الإدارة اللي كيخدمها، وطبعا هو ما كيخدمش الإدارة ولكن كيخدم المجتمع، كيخدم المواطنين، لأن العمل ديال الجماعة المحلية هو عمل ملتصق بخدمة الناس، بخدمة المواطنين. لا شك أن الإنسان اللي كيأدي واحد الخدمة للناس، كيخدم المواطنين في كل المجالات، العامل اللي كيشتغل في الجماعة راه كيقدم واحد الخدمة وطنية ومجتمعية كبيرة جدا، العامل اللي كيخدم وكيقدم خدمة في الجماعة المحلية للمواطن، بالخصوص الخدمة الاجتماعية المتمثلة أحيانا في النظافة وفي حمل النفايات وفي كثير من الأشياء اللي كيبغي المواطن باش يتخلص منها، ولكن اللي كيتحمل المسؤولية في الحمل ديالها وفي الرمي ديالها وفي تخليص المواطن من المشاكل ديالها، تكون هو هذاك العامل ولا هذاك الموظف ديال الجماعة. في البلدان الأوروبية بالخصوص، إذا مشينا بعض البلدان الأوروبية، فرنسا، ألمانيا، إلى هولندا إلى آخره، العامل اللي كيخدم بيدو وبذراعو وتيخدم في المجال ديال الخدمة الاجتماعية اللي كينفع فيها الناس، داك هو الشخص اللي كيتخلص أكثر، واللي عنده الاحترام أكثر، واللي كيقدروا المواطن أكثر. ثم إذا نتكلم على بطبيعة الحال الموظف ديال الجماعة بصفة عامة، كما يلاحظ الناس يوميا هو كيأدي واحد الخدمة مستمرة في المكان كيشتغل. كتلقاه خدام في إدارة، في مكتب المكاتب، في الحالة المدنية، في قسم التعمير، في الخرجات والمعاينات إلى آخره، فهو باستمرار منشغل بالقضايا ديال الناس، منشغل بالمشاكل ديال الناس. ولهذا أولا وأخيرا كنوه تنويه خاص بالجمعية اللي قامت بهذه المبادرة من أجل باش الموظفين هاد الإخوان بجوج اللي كملوا المشوار ديالهم في الجماعة ودابا الآن خرجوا تقاعد. إذن على الأقل كيف ما يقولوا نودعهم، وكنودعهم واحد التوديع ديال كونهم أنهم نهاو الخدمة ديالهم مع الجماعة، ولكنهم ما نهاوش العلاقة ديالهم مع الجماعة. هذا كاين واحد الفرق، واخا كمل الخدمة ديالو كينهي الخدمة، ولكن العلاقة ديالو مع الموظفين، مع الناس، مع الجماعة، مع خدمة الناس، راه يقدر يقوم بها ولو راه ما يعني راه كمل المشوار ديالو فيها. إذا أول وأخيرا كنشكر الجمعية، كنشكر جميع الحضور،
وانت النواب بصفه خاصه بهاد الاخوان اللي تقعدوا. سي حفيظ على كل حال كيف ما قال سي الكاتب العام عرفناه عن قرب، كيشتغل كيخدم يعني كيقوم بالواجب ديالو، يحترم الناس ويقدر المسؤوليه ديالو، يحترم الرؤساء ديالو، تيحترم كذلك الناس اللي معاه. اذا السلوك ديال الموظف تيلعب واحد الدور اساسي. هو خدم واحد المده في الجامعه، قرا توظف خدم واحد المده في الجامعه، ولكن لما تيخرج معناه انه تيحمل معاه واحد الذكريات، شنو عمل وشنو عطى، واش نفع ولا ما نفعش، هذا جانب. والجانب الاخر لابد ما غادي يحاسب نفسه، واش قمت بالواجب ديالي او ما قمتش، واش كنت كنأدي العمل ديالي في واحد السلوك مميز او لا، كذا الى اخره. اذا انا كنعتبر وكنركز على تكريم ديال الموظفين. الان هو ايضا واحد الوقفه باش نوقفوا كاملين ونعتبروا على اننا حنا في الجماعه راه في خدمه الناس. وانا دائما تنقولها للموظفين في الجماعه، كنقول الله يجازيكم بخير، راه حنا في خدمه الناس، في خدمه المواطنين. تيخصنا نعاونوا الناس، تيخصنا نفكوا المشاكل ديال الناس ما امكن. احيانا وهذا احيانا تيكون القانون، بعض المرات تيكون القانون يمكن يحصل، لانه الناس بطبيعه الحال كاين اللي كيعرف وكاين اللي ما كيعرفش، كاين اللي كيحترم ديك الامور كاين الى اخره. ولكن مع ذلك لابد نفكروا كيفاش دائما نحاولوا باش نكونوا بطبيعه الحال في واحد الطريق اللي تنعاونوا فيه الناس. اذا كنذكر السي حفيظ اللي عرفناه قام بالواجب ديالو على احسن ما يرام، كذلك السي محمد الكحلاوي اللي ايضا قام بالواجب ديالو على احسن ما يرام وادى واحد الخدمه، ولا جاي يحسب داك الشيء اللي خدم واللي اداه واللي يعني اداه ازاء المواطن، راه في الحقيقه يعني قيمته اغلى من داك الشيء اللي خدم الجماعه. ولهذا هو اللي كنشكر الجمعيه اللي قامت بهذه المبادره، كنشكر الحضور، وكنتمنى اننا في هاد يعني هاد الوقيته اللي كنكرموا جوج ديال الموظفين، اننا دائما نعتبروها واحد النقطه ديال الانطلاق، واحد النقطه اللي ناخذوا منها العبره، واحد النقطه اللي نحاسبوا منها كذلك انفسنا. ومن خلال هذه الامور راه تيمكننا بلا ما يقول لنا شي حد نأديو الخدمه ديالنا ونقوموا بالواجب. اذا كنتمنى ان شاء الله كنتمنى لهم انهم يعني واخا انتهوا من العمل الجماعي، كنتمنى انهم لابد يشاركوا في المجال. كاين المجالات كثيره متعدده، المجال الجمعوي، المجال كذا، يعطيو التجربه ديالهم. اللي عنده شي تجربه في شي حاجه راه تيقدر يعطيها ولو ما راهش في الاداره. اذا هذا الشيء اللي يمكن لي نقول، وكنشكر الجميع وشكرا.